السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلام. إخواني، عندي اليوم أنا محرك يعني غريب شوي، عشان هيك حبيت أصور أنا عليه. طبعا أنا كنت صورت على فيديو قديما تقريبا يعني شبيه فيه أو يعني محرك نفسه. هذا المحرك ثلاثي فاز زي ما انتم شايفين، ثلاث أطراف، لكن هو 36 فولت، ثلاثي فاز 36 فولت. طبعا أمبيره عالي جدا. يعني هذا المحرك الآن أنا بدي أفحصه وأرجيكم كيف بدي أفحص. طبعا هو بيشتغل على دي سي 36 فولت دي سي. الآن بدي أفحصه أشوفه على أساس إذا محترق إن شاء الله إنه نلفه، بلكي صورنا يعني طريقة اللف أو ورجناكم الملفات وطريقة اللف من الداخل، وإذا في مجال نرسم بنرسم إن شاء الله، على أساس إذا مر على أحد فيكم محرك زيه يكون أخذ فكرة عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن بدنا نفحصه، خليكم معنا. طبعا طريقة الفحص أنا راح أفحصه بالمحول زي كالعادة، لكن أنا ما بدي أفحص بالمحول العادي، بدي أفحص عندي محول أنا دي سي، لأنه هذا فولتو دي سي، هذا هو المحول. طبعا هذا المحول أنا صممته وعملته وبدي أفحصه، بدي أعطيه جهد قليل، يعني بدي أعطيه بس 3 فولت ونفحص الأمبير كونه 3 فاز، على أساس إذا الأمبير تساوى بكون كل شيء تمام. طبعا إحنا بنعلق الساعة على أحد الأطراف زي ما أنتم شايفين هيك، بنفحص مع باقي الأطراف. خلوني أقربه شوي. طبعا أنا راح أشغله على 3 فولت، ممكن أشغله على أكثر شوي، لكن حتى 3 فولت بكفيني، المهم إنه الأمبير يتساوى. طبعا بنعلق إحنا طرف من أطراف المحول على أحد الفازات على أحد الفازات، وبنوصل كهرباء للفاز الثاني. لاحظوا الأمبير أعطاني 8 و8 خلوني أثبته، معرفش إذا واضح. يعني 9.4 ننقل الآن على الفاز الثاني. لاحظوا أعطاني 11.7، يعني أعطاني 9.4 على الأول، والثاني أعطاني 11.9. خلوني أنقل على الفاز الثالث. أعطاني 9.8 تقريبا. طبعا هذا بدل انه المحرك فيه فرق في الفازات. اذا بدك تتاكد اكثر بتقدر انه ترفع الفولت، يعني انا معطيه 3 فولت فقط، لكن ما بدي انا اعلي الفولت لانه راح يصير الامبير اعلى بكثير. الان بدي افتحه واشوف ملفاته من جوا. طبعا بيلو تعبانه، لاحظ الصوت، فبنشوف الله شو بيسر لنا ان شاء الله وبرجع لكم انا، خليكم معنا. طبعا الان انا فكيته المحرك زي ما انتم شايفين، حتى قطعت وصلات الثانيه على اساس انه يكون واضح معاكم. هذول سلكين زي ما انتم شفتوا، طالع منه 3 اسلاك عليه 3 راسيات زي ما انتم شايفين هيك. لاحظوا خليت واحدة انا على اساس انه تكون واضحه، لانه كانت مشبكه، بلاش ما يعني ما تكون واضحه عليكم. طيب لاحظوا الان عندنا 4 مجموعات على نفس الراسيه اللي هي السلك اللي بده يخرج لبرا. زي ما حكينا كل مجموعة 9 أسلاك، يعني اللف ماشي بتسع بكرات. طيب الآن التوصيل، لاحظوا أنتوا هذا السلك مقابله هذا السلك، والسلك اللي من هون بالضبط مقابله السلك اللي من هون. هذا توصيل نصف توازي لل 1400. طبعا هذا المحرك 36 مجرى، خطوة اللف له مجموعة ملف ومجموعة ملفين، يعني ملفات غير متساوية. خطوة اللف للملف الواحد أو المجموعة المكونة من ملف واحد هي 1.8، وخطوة اللف للملفين 1.8. فإذا هذا ملفوف 1.8 لوحدها،
واحد ثمانية عشرة مجموعة مع بعض. زي ما انتم شايفين حكينا عندنا هنا متقابلات بكونوا من نفس الفاز، هذا التوصيل نصف توازي، ولاحظوا كل سلكين هون من جنب بعض طالعين، لاحظوا هاي مجموعة ومجموعة من اللي جنبها، يعني مجموعات من فازات مختلفة، مجموعات من فازات مختلفة. إذا دلتا داخلي، إذا هذا المحرك موصول نصف توازي ودلتا داخلي، بحيث إنه مطلعين ثلاث أسلاك فقط لبرا. وطبعا هاي طريقة التوصيل دلتا الداخلي أنا صورتها بفيديو أو فيديوهين موجودات في القناة، اللي بحب يرجع لها على أساس يتأكد من الموضوع. زي ما حكينا إحنا دائما بالعادة السلك اللي خارج لبرا، اللي هو هذا السلك اللي خارج لبرا، لما يكون عليه معكرونتين من فازين، معكرونتين من فازين، بكون دلتا داخلي. وهاي هي ان شاء الله، يعني التوصيل ان شاء الله انه واضح علينا، توصيله نصف توازي ودلتا داخلي. طبعا احنا راح نحاول نرسم التوصيل التوازي ونشوف الله شو بيسر لنا، لنا وإلكم الخير ان شاء الله. خليكم معنا. الان طبعا بقطع انا وبسحب الملفات على اساس اني اجهزه وابدا فيه باللف ان شاء الله. خليكم معنا. طبعا يا اخوان بس نصيحة، في حالة المحركات اللي بهذا الشكل يعني بدون البودي، بكون البودي مش موجود، يعني زي هيك، يعني البودي هذا مش موجود بس الستيتور الداخلي، انا ما بفضل تقطيعه بالازميل او باي شيء، يا انا بفضل انه ننشره بالمنشار بهذا الشكل او على الصاروخ او على الجلخ، نقص الملف زي هيك. خلوني بس اورجيكم، انا قصيت منه ضايل شوية، لاحظوا كيف. وشغلة بسيطة يا اخوان، بنقصه بهذا الشكل. طبعا انا بس حبيت اورجيكم كيف، على اساس انه ما ناذي الحديد، لانه اذا قطعنا بالزميل ممكن انه ناذي الحديد لانه ما في بودي. فهيك هاي افضل طريقة في هاي الحالة من المحركات. هاي هي، خليكم معنا ان شاء الله برجع لكم. طبعا ملاحظة بس انا حبيت اني اورجيكم اياها واحكي لكم اياها على اساس انه يكون كل شيء واضح عليكم، لو واجهتكم مشكلة زي ما هاي المشكلة واجهتني انا، تكون يعني مفهومة او معروفة بالنسبة لكم. هاي ملاحظة مهمة يا اخواني. طبعا انا الان لما جيت اتأكد من الخطوة، طبعا اتأكدت انا ملفين وملف زي ما حكينا، 1.8 و1.8 10، لكن وجدت هنا ملف صغير موصول، يعني الخطوة اللي لحالها اللي هي 1.8 في المجرى اللي بعدها مباشرة، هاي خطوة اللي 1.8، هاي هي خطوة 1.8 في المجرى اللي بعدها مباشرة، في عندك ملف من أكمل سلك طبعا. ولو مشينا كمان رح نلاقي نفس الشيء، نفس الكلام هنا، هاي الخطوة اللي لحالها 1.8، في عندك ملف كمان هيو صغير، ولو مشينا نفس الكلام هيو برضو الخطوة اللي لحالها في عندها ملف واحد. طبعا انا اعتقدت انه يكون ملف يعني هذول السلكين لشيء يعني في الماكينة او شيء من هذا القبيل، يعني انهم بيعملوا فولت معين او جهد معين بيشغل شيء في الماكينة، وتوقعت انا انه أفرلود يعني في البداية كمان. لكن انا حكيت الان مع المهندس يعني في المصنع وسألته عنه، حكى لي هذا أفرلود حراري، لو لغيته ما عندك مشكلة، قال لي الغي لي ما بدي اياه لانه احنا مش مستعملينه نهائيا. فانا بصراحة قبل ما احكي معاه اجى في بالي شغلة، نقطة انا هاي اللي حاب احكي لكم عنها. عديت انا هاي الوصلة او الملف هذا صغير حكيت لكم عنه، عديته لقيته 9 اسلاك، وعديت الثانيات كمان لقيتهم 9 اسلاك. طبعا احنا حكينا هذا المحرك ماشي ب9 اسلاك، فهي هاي عبارة عن الوصلة اللي هي نهاية بنهاية تبعت التوازي او نصف التوازي، هاي عبارة عن الوصلة النهاية في نهاية تبعت نصف التوازي، لكن هي المجموعة جاي من الشمال وهاي الوصلة راحة على اليمين،
فهم على اساس انهم يعملوا لفازه كامله بدون ما يقطعوا الاسلاك، طبعا بيعملوا الوصل بينهم بهذا الشكل. فانا استغشيت فيها بصراحه، اعتقدت انها ملف يكون، لكن اللي اثبت لي انه عددها 9 اسلاك نفس عدد الاسلاك اللف، فهي عباره عن وصله. وانا ما تكلمت مع المهندس قال لي هذا اوفرلود حراري ما في اي مشكله والغي لنا اياه. فاذا المحرك بيبقى كانه محرك عادي ما في اي مشاكل. خطوة 8-10 و8 لوحدها 1400 دورة 4 أقطاب. حبيت أعطيكم هاي الملاحظة على أساس أنه إذا واجهت أحد فيكم أنه يعرف وينتبه ويفكر ويعمل زي ما أنا عملت، وتسأل زبونك وتتأكد من معلومتك قبل ما تبدأ تفك وتشتغل. هاي هي، خليكم معنا بنشوف شو الله بيسر لنا نكمل. طيب الآن أنا وجدت عندي من الأسلاك، يعني القياسات الكبيرة شوي، عندي 4 أسلاك أو 4 بكرات 10.5 دزيم، و3 بكرات 11.5 دزيم، وبكرتين 11.2 دزيم، وبكرتين 11 وبكرة 10. هذا الموجود أنا عندي من القياسات يعني الأكبر من 10 دزيم. طيب الآن أنا عندي المطلوب 9 أسلاك 10.7 دزيم. طبعا 9 أسلاك 10.7 دزيم مساحة مقطعهم تقريبا 809، يعني حسبت مساحة مقطع سلك واحد 10.7 دزيم 10.7 بالعشرة وضربته في 9 اللي هو 9 أسلاك، طلع معاي 809 مساحة مقطع الأسلاك كلهم. الآن أنا بدي أرتب أجمع أسلاك من هون، هاي الموجودة عندي، وأحسب مساحة مقطعهم وأشوف أي الأسلاك اللي بجمعهم مع بعض بعطيني 809 أو قريب عليه. طبعا ما بدي أطول أنا عليكم، حسبت مساحات المقطع أنا، سلكين 11 دزيم 189، سلكين 11.2 196، 4 أسلاك 10.5 بطلع 346، وسلك 10 بطلع 78. هاي مساحة مقطع الأسلاك مجتمعة. الآن أنا بجمع وبرتب على أساس أني أحصل على مساحة مقطع كاملة اللي هي 8.9 دزيم. طبعا كمان أنا حسبتها، بس أشوف الورقة وين. هي الورقة. لو بدنا نحسب مساحة المقطع، يعني سلكين 11 اللي هو سلك 11 مساحة مقطعه 94، هي عندي أنا هون سلك 11 94، هيها 11.2 98، 11.5 دزيم مساحة مقطعه 103، وسلك 10.5 مساحة مقطعه 86.5. طبعا نجمع احنا مساحة المقطع هاي 9 و6 15 15 و6 21 و8 29 و2 باليد، 2 و8 10، 10 و9 19 19 و4 23، 23 و7 30، 0 وباليد 3، 3 و1 4، 1 5، و3 8. بالضبط مساحة المقطع بتطلع 809، نفس مساحة المقطع الأسلاك الأصلية. مساحة مقطع الأسلاك الأصلية 809، وأنا عندي هاي الأسلاك اللي أنا اخترتها طلعت 809. إذا احنا راح نلفه كالتالي: سلكين 11، سلكين 11، سلكين 11.2، 4 أسلاك 10.5، وبسلك 10. أنا كنت حابب يعني يكون عندي سلك 10، يكون عندي مثلا سلكين، يعني ما بحب أحط أنا سلك واحد مفرد بين أسلاك مختلف القياس، يعني يكون في سلكين زي بعض أقل ما فيها هيك، يعني بحب أنا، لكن ما في مجال بصراحة لأنه حاولت أحسب كثير ما زبط معي الحساب إلا بهذا الشكل. فإذا نحن راح نلف سلكين 11، سلكين 11.2، 4 أسلاك 10.5، وسلك 10. يا أخوان هاي الطريقة مهمة،
انا هيك راح اشتغل باثنين اربعه اربعه ثمانيه، كمان بتسع بكرات راح اشتغل بتسع بكرات، لكن البكرات الموجوده عندي انا ما عندي يعني تسع بكرات 10 او 7 بال10 ديزيم، ما عندي وما بدي اروح اشتريهم لانه مش راح استفيد منهم، راح يضلوا عندي وقت طويل. فانا راح امشي الاسلاك اللي من عندي الموجوده من عندي على اساس اني امشي حالي. طبعا عدد اللفات سبع لفات، سبع لفات راح نلفه بهاي الاسلاك سبع لفات. وهاي هي ان شاء الله، خليكم معنا نشوف الله شو بيسر لنا ونكمل الفيديو. طيب والان انا سقطت في الان مجموعتين زي ما انتم شايفين، مجموعه من ملفين ومجموعه من ملف زي ما انتم شايفين هون، مجموعه من سريتين ومجموعه من سريه واحده طبعا. وهي بشتغل في تسع بكرات 11 و2 10 ونص زي ما حسبناهم، و10 10 ونص، وهي هاي 11 و2 كمان، وهي 11، وهذيك اللي هناك 11 زي ما حكينا تسع اسلاك. ان شاء الله انا بخلص تسقيطه عادي يعني لف، وما في داعي نصور فيه شيء لانه تسقيطه نفس تسقيط المحرك العادي 36 مجرى اللي هو مجموعة ملفين ومجموعة ملف نفس الشيء، 8 10 و8 لوحدها نفس الشيء، ما في داعي نصور. فأنا إن شاء الله بس أوصل عندي التوصيل حتى برجع لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. خليكم معنا.